ولنقاش ملف تظاهرات وآخر تطوراتها يحضر معنا في استوديو رافدين دكتور أو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم. حياكم الله يا مرحبا. أهلا وسهلا. ينضم إلينا من عمان الدكتور ماجد الزبيدي أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا. أهلا وسهلا بك دكتور معنا أيضا مباشرة من عمان. كل الاحترام لك. حياكم الله. سنبدأ يمكن مع الأستاذ حسين السبعاوي انطلاقا من الاعتراف باستشهاد 104 من المتظاهرين، إلى أي مدى يعد هذا اعترافا من الحكومة بارتكاب كل هذه؟ أنا أعتقد هو هذا اعتراف، ولكن أنه ما أصعب منها أنه لم تعلن من الجهة التي استهدفت. فإذا وزارة الداخلية لا تستطيع أن تعلن عن الجهة التي قتلت هذا العدد وجرحت هذه الآلاف، فمعناها وزارة الداخلية بحد ذاتها أيضا مدانة، حتى لأنها لم تعلم ولم تحدد الجهة التي استهدفت. ما زلنا نتكلم عن ملثمين، عن مجهولين، عن يعني مصطلحات لا تدين أحد. ومعلومة الجهة التي قاعد تستهدف هؤلاء المواطنين، وعلى وزارة الداخلية أن تحدد الجهة التي استهدفت حتى يأخذ القضاء مجراه، وإلا إحنا نبقى في دوام وكأنه هو بيان سياسي وليس بيان من جهة أمنية. نعم. فقط مجرد العدد. نعم. نعم، مجرد العدد دون الإشارة إلى أن هذا القتل يتم خارج القانون. نعم. وأن هذا عملية تصفية مع الشعب، وبدون إشارة كما تفضلتم إلى الذين فعلوا ذلك. نعم. فلا بد من الإشارة إلى الجهة التي استهدفت، وإضافة أنه المستهدفين ليسوا في منطقة واحدة وليس في زمن واحد. نعم. هل معناه أن إمارات بغداد جميعها يعتليها قناصين وزارة الداخلية عاجزة؟ إن كانت وزارة الداخلية عاجزة، أين طيران الجيش؟ أين القوات الخاصة؟ نعم. متعددة الأجهزة الأمنية تعددها، جهاز مكافحة الإرهاب، الجيش، كذا. نعم. كل هذه المؤسسات لا تستطيع أن تعلن عن الجهة، معنى هذه الجهة متغولة، وهذه الجهة تتصرف أعلى من القانون وخارج القانون. نعم. عليهم أن يعترفوا للشعب العراقي هكذا ويبرأوا ذمته. نعم. أذهب إلى ضيفنا دكتور ماجد الزبيدي من عمان. دكتور، الحكومة تستمر بقطع خدمة الإنترنت منذ بداية الانتفاضة، ميليشياتها تمارس الإرهاب ضد وسائل الإعلام مثل ما حصل مع بعض مكاتب وسائل الإعلام في بغداد. هل تعتقد أن الحكومة تحاول الاستفراد بهذا الحراك وتحاول إنهاءه بطريقة بشعة وقاسية بعيدا عن الرأي العام؟ نعم، هذا صحيح 100%. فقطع وسائل التواصل الاجتماعي هو محاولة الهروب إلى الأمام، من حيث أن هذه الوسائل قادرة على تنظيم المتظاهرين في شتى أنحاء العراق، وهذا أمر مؤسف، وهو ضد حقوق منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وهذا قتل مع سبق الإصرار والتعمد، وهو أمر مدان وسيدان قريبا أمام محكمة الجنايات الدولية إذا ما نشط الحقوقيون العراقيون داخل الوطن وخارجه في تقديم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد الحكومة الحالية وضد الميليشيات المتعاملة معها. نعم. نعود ربما لضيفنا في الاستوديو والحديث عن عدد من الفيديوهات المتعلقة بتوثيق المتظاهرين لاستخدام القوات الأمنية لذخيرة منتهية الصلاحية. كيف تقرؤون مثل هذه المظاهر التي تكون في الشارع؟ هذا معناها أنه اليوم ما يجري على الأرض هو ليس مظاهرات، هي انتفاضة. هذه الانتفاضة تختلف عما سبقها من مظاهرات، سواء في الأداء أم في المطالب. في الأداء هي لها أسلوبها الثوري، لها زخمها الجماهيري، انطلقت من بغداد وتوسعت أفقيا، لم تستطع أي مرجعية دينية أو سياسية أن تسحب البساط من تحتها أو تتبنى مشروعها، لم تكن مناطقية، لم تكن مطالبها فئوية. أما المطالب، يعني هذا الأداء. بالنسبة للمطالب، ما يميز هذه الانتفاضة أن لديها مطالب سياسية وليست إدارية وخدمية وتنموية ومطلب وظيفة. إذا تلاحظون المظاهرات السابقة كانت تطالب بتحسين الخدمات، كانت تطالب بوظائف، كانت تطالب هكذا. أما في هذه المظاهرة، في هذه الانتفاضة، كانت المطالب سياسية مختلفة كليا. إذن فهذه الانتفاضة من حيث الأداء ومن حيث المطالب مختلفة، لا تشبه ما سبقها، ولكن هي امتداد لما سبقها وامتداد مما عاناه العراقيين من ظلم وإلى آخره. لكن الأصل هي مختلفة من حيث الأداء والمطلب. واستخدام الذخيرة منتهية الصلاحية
يعني استخدامه هو يعني اعتقد استخدمت بعض القنابل الغاز التي الذخيره عندما تكون منتهيه الصلاحيه قد يجوز تكون يكون عامل التسمم مالها اكثر واشد فتكا على المتظاهرين، لكن هؤلاء لا يبالون بمن يقتلون. هو اذا القناص محتلي على العماره لا يبالي بالغاز ماذا سيؤثر، لانه الاطلاق الحي اقوى من الغاز، فاستخدام هذه الذخيره قد يجوز يكون لها اثر سلبي اكثر عندما تنتهي صلاحيته، وقد يجوز لا تنفجر وتذهب الى احد البيوت ويستخدمها اخرين. المهم انه هناك استخدام سلاح حي ضد المتظاهرين، وهذه اصعب واسوأ. استخدام هذه الظاهرة اعتقد قد يجوز يكون لها عواقب اشد. دكتور ماجد من عمان، ثمت رسائل اعلامية كثيرة ومهمة ارسلها المتظاهرون منذ اليوم الاول حتى هذه اللحظة، وهذه الرسائل كانت في اكثر من اتجاه، بعضها مما اشار اليه ضيفنا في الاستوديو من انها ليست تظاهرات تطالب بتظاهرات مطلبية، انما تتحدث عن ضرورة اسقاط النظام السياسي الفاسد، بالإضافة إلى أنها كانت تظاهرات شعبية من اليوم الأول وحتى الآن، وأن قيادة هذه التظاهرات أيضا قيادة شابة. كل هذه الرسائل الإعلامية والسياسية كيف تنظرون إليها وتتابعونها؟ هي في الواقع رسائل سياسية واقتصادية وتشريعية في آن. على الصعيد السياسي هي تطالب بشمولية من أقصى جنوب العراق إلى أقصى شماله، تطالب بتعديل الدستور، وتطالب أيضا بانتخابات تشريعية جديدة يستبعد منها كل أمراء الحروب الطائفية وكل أمراء الأحزاب والكتل التي تتعامل وتتعاون مع السلطة السياسية الحاكمة في التآمر على الشعب العربي العراقي العظيم. ولهذا هي تطالب أيضا بمطالب صحية من حيث التأمين الصحي الشامل لملايين العراقيين الذين يستحقون من زمن طويل وبجدارة هذا المطلب الصحي، وتطالب بتوصيل أبسط الخدمات الإنسانية كالكهرباء والماء على سبيل المثال. فلا يعقل بعد 17 عاما من الاحتلال الأمريكي للعراق ومنذ عام 2003 وتبقى محافظات دون ماء ودون كهرباء ودون أي برلمان فاعل. اليوم لم يجتمع البرلمان العراقي لمناقشة مطالب المتظاهرين، وهذا مؤشر خطير وكبير على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية ومع رؤساء الكتل الحزبية في التآمر على حاضر ومستقبل شعبنا العربي العراقي العظيم. هذا هو الذي هذه المطالب الحقة لأبناء شعبنا من قيادات الشابة لهذه المظاهرات الشرعية والسلمية. للأسف الشديد إطلاق النار على الرؤوس وعلى الأعناق وعلى الصدر صدور المتظاهرين هذه جرائم حرب موثقة وأمام الرأي العام العالمي للأسف الشديد. والذين يتعاملون مع هذه المظاهرات السلمية من قوى أمنية للأسف الشديد ليس لديهم ألف باء تعليم القانون الدولي الإنساني ولا احترام الدستور العراقي نفسه الذي يحترم حق التظاهر السلمي والاعتصام والإضراب. نعم، ستبقى معنا دكتور. انطلاقا من هذه النقطة التي أشار إليها الضيف عن المطالب، تحدثت الحكومة وقالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة حلول لهذه المشاكل التي طرحها المتظاهرون. كيف تصف مثل هذا الرد على المتظاهرين؟ يعني أعتقد أنه هو عملية تسويف للمطالب. اليوم الفساد في العراق على مستوى القمم وليس فقط فساد أفقي، عندما يكون فساد القمم لا يمكن إصلاحه من القواعد الأفقية، هذا غير ممكن أبدا. فالفساد في العراق هو فساد قمم، ومن كان هو المشكلة لا يكون هو الحل. فالمشكلة العراقية معقدة، عندما يكون الفساد في القمم ومن هو متهم هو الذي يوعد، هذا الأمر وقد جرب العراقيين تشكيل اللجان وانتظار الحلول وكل هذا مضت وفي تسويف وتسويف، لأنه المشكلة أنه الفساد في العراق هو فساد في القمم، سواء في البرلمان في الحكومة في الهيئات المستقلة، ليس فساد في موظفين صغار ممكن معالجتهم من قبل السلطة التنفيذية. لذلك كانت الجماهير على ما يبدو أستاذ حسين واعية جدا لهذه المسألة، والجماهير الآن التي خرجت تهتف بإسقاط النظام ورحيل الإيراني من العراق، والطريق لا يزال طويلا في الحقيقة. هل تتوقع أن يكتب لها النجاح لهذه التظاهرات التي تريد أن
تصل بنهاية حقيقية للمشروع الإيراني في العراق؟ أنا أعتقد الحد الأدنى لها سيتحقق في إسقاط الحكومة وهو لا يكفي. إسقاط الحكومة ممكن أن يكون ضمن هذه الفترة القصيرة، وإذا ما زاد المتظاهرون من زخمهم الجماهيري وبأسلوبهم هذا الثوري والإصرار والثبات في الميدان، أعتقد سينتقلوا إلى مرحلة أخرى هي مرحلة إصلاح العملية السياسية، وإذا ما استمر أيضا أكثر ممكن أن يزيح هذه العملية السياسية ويأتوا بعملية سياسية جديدة. العامل يعني الكرة هي لدى المتظاهرين وهم أصحاب يعني القرار. كل ما ثبت في الميدان كلما حصل على مكاسب أكثر، كلما انسحب المتظاهرون كان عدم تحقيق الأهداف. إضافة للعامل الدولي لابد أن يكون حاضرا لتحقيق مطالب هؤلاء، لأن مطالب هؤلاء هي مطالب شرعية ومطالب وطنية تطالب بمشروع وطني. كل هذا يحتاج إلى دعم. أنا أعتقد لحد هذه اللحظة لا يتوفر أي دعم دولي للشعب العراقي أمام ما يجري عليه. ننتقل إلى الدكتور الزبيدي ونتحدث عن إحراق عدد من مقرات الأحزاب في عدد من المحافظات، لكن تم تجنب حرق المقرات والمؤسسات العمومية. ما مدى وعي المتظاهرين في هذه الأعمال التي لا تعتبر شغبا لأنه تم تبريرها بفيديوهات تتحدث عن قنص المتظاهرين من خلال هذه المقرات، مقرات الأحزاب؟ الواقع أن هذه المظاهرات الجديدة هي واعية إلى أقصى درجات الوعي، فهي لم تستهدف كما تفضلت أي مقر خدمي عام لعموم المجتمع العراقي، إنما استهدفت مقرات الأحزاب والكتل البرلمانية والسياسية التي تحالفت مع الحكومات منذ المالكي إلى حيدر العبادي إلى عبد المهدي. استهدفت هذه المقرات لأنها أكلت الأخضر واليابس في ميزانيات العراق من خلال المحاصصة، وأخرت العملية السياسية وأخرت العملية التشريعية وتدخلت في محاصصة القضاء، ومما أدى بالعراق إلى أن يكون رابع أكثر دولة فسادا في العالم، في حين أن العراق بتاريخه الطويل قبل 2003 لم يكن فاسدا على الإطلاق ولم يكن به أدنى درجات الفساد. هذا التركيز من قيادة المظاهرات العراقية الواعية دليل على عمق هذه الشبكة المتحدة من قيادة المظاهرات، وهذا ما سيؤشر إلى أن هؤلاء القادة الشبان سيكونون خير معين ومنقذ للعراق سياسيا وبرلمانيا واقتصاديا في قادم الأيام. أما عدم وقوف الدول الغربية والفاعلة مع هذه المظاهرات فهو يرجع إلى استفادة تلك الدول ومنظماتها من خيرات العراق وسرقة تلك الخيرات على حساب شعبنا العربي العراقي. نعم، أرجو أن تبقى معنا دكتور ماجد. أستاذ حسين، موقع ستراتفور الأمريكي يقول أن استقالة حكومة عبد المهدي ستحدث عاجلا أم آجلا. السؤال الآن، ماذا بعد هذه الاستقالة؟ ما الذي سيتغير في المشهد؟ هل المطلوب هو رأس هذه الحكومة بالنسبة للمتظاهرين، أم كما تفضلتم قبل قليل أن الأمر أبعد من ذلك؟ لا أعتقد هو لابد أن يكون أبعد، لابد أن يكون هناك إصلاح للعملية السياسية أو استبدال هذه العملية حسب حال المتظاهرين وحسب حال مطالبهم وضغطهم بالشارع. أعتقد استقالة السيد عادل عبد المهدي ما تكفي، ولكن هي بداية لإصلاح سياسي. ما بعد الاستقالة يحتاج إلى انتخابات حرة نزيهة يشارك بها على الأقل أغلب العراقيين بإشراف أممي وإشراف من قبل منظمات دولية. كل هذا أعتقد، لكن أنا أستبعد أنه هذه المجموعة أو هذه الحكومة ستسمح لانتخابات حرة نزيهة وتبقى المشكلة مستعصية، أعتقد إلا أن يكون عليها ضغطا خارجيا حتى تستجيب، لأنه هي تتعامل مع المواطنين العزل بالقوة المفرطة، فكيف عندما تهدد مصالحها كاملة في انتخابات حرة نزيهة؟ يعني يدركون أن الشعب العراقي لم يشارك في الانتخابات اللي مضت بنسبة 25%، 75% لم يشارك، فكيف بمشاركة 25% ومتهمة بالتزوير؟ فإذا هم يدركون شرعيتهم ووجودهم داخل الشارع العراقي كم هو مرفوض، فيعرفون في أي انتخابات حرة نزيهة لن يبقى لهم مكان في الساحة السياسية العراقية، لهذا سيقاتلون إلى آخر رمق.
ويقاتلون داخل العراق وخارج العراق أيضا. أستاذ حسين، كان هنالك العديد من الوقفات التضامنية في عدد من العواصم العالمية الأوروبية تحديدا في أوروبا وكندا، خرجت الجاليات العراقية للتضامن مع التظاهرات في العراق، كيف تعلقون على هذه الوقفات التضامنية دكتور؟ الواقع أن هذه المظاهرات الواعية من قبل جميع فئات شعبنا العراقي دليل مؤكد وجديد على إعادة الوحدة الوطنية لعموم العراقيين. الآن في تشرين، في أوائل تشرين المبارك هذا الشهر، العراقيون الآن يبتعدون ويرمون إلى غير رجعة. الاصطفاف الطائفي والعرقي إنما الآن يلجؤون إلى عرقيتهم بأكرادهم بعربهم بجميع مذاهبهم، يعودون إلى حقيقة وعيهم العراقي الوطني وأن هذا هو المنقذ الوحيد. وأيضا وجود الجاليات العراقية ومظاهراتها وإعلان تضامنها مع مطالب المتظاهرين العادلة دليل على وعي العراقيين في الداخل والخارج، كيف لا، والعراق أول من أنتج التلفزيون، والعراق صاحب أول الجامعات. شكراً. والعراق شكرا جزيلا أول لكم دكتور ماجد الزبيدي أستاذ الصحافة، كنت معنا عبر سكايب من فيلادلفيا. وأشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو أستاذ حسين سبعاوي، كان ضيفنا في استوديو الرافدين. شكرا لكم.